دينا احنا لسه فقراتنا مستمره معاكم الساعه دلوقتي 8 بتوقيت القاهره، ميعادنا مع موجز الاهم الانباء مع دينا شرف. اتفضلي يا دينا. شكرا لك من الثامنه صباحا بتوقيت القاهره، الخامسه بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر مستمرة في مساعيها للدفع بالجهود الإقليمية والدولية نحو تبني مسار التهدئة ووقف التصعيد العسكري الذي ستكون له تبعات خطيرة للغاية على المنطقة. وأشدد الرئيس السيسي خلال اتصال هاتفي مع مارك روتا رئيس وزراء هولندا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل منتظم وسريع للحد من المعاناة الإنسانية المتزايدة للشعب الفلسطيني في غزة. ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء الهولندي عن التقدير للجهود المصرية المكثفة في هذا الصدد، والتي تكللت بتنظيم قمة القاهرة للسلام وبدء دخول المساعدات إلى القطاع. دخلت دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح البري، وضمت المساعدات الإنسانية 40 شاحنة وذلك لليوم الثالث على التوالي. وكانت الجهود المصرية قد نجحت في إدخال الدفعة الثانية من قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح في وقت سابق. وقال رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء إن الدفعة الثانية تضم 15 شاحنة تحتوي على كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية والأغذية. كذلك عبرت شاحنات محملة بالوقود من رفح متوجهة إلى قطاع غزة، وتعد تلك هي المرة الأولى التي يدخل فيها الوقود إلى القطاع منذ أحداث 7 أكتوبر الحالي. وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا للوكالة الفرنسية إن 6 شاحنات محملة بالوقود دخلت إلى قطاع غزة لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات. قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق قريبة من 3 مستشفيات في قطاع غزة، هذا وقد استشهد 13 فلسطينيا وأصيب العشرات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلين ومسجدا في مخيم جبلية شمال قطاع غزة. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت استشهاد 4741 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر، كما أشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى إصابة أكثر من 15898 شخصا، 70% منهم أطفال ونساء. تواصلت العديد من الاحتجاجات بالعواصم العالمية المنددة بالقصف الوحشي على قطاع غزة، وشهدت شوارع مدينة بوسطن الأمريكية مظاهرة كبيرة دعما لقطاع غزة، وطالب المتظاهرون بوقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل متواصل ومحاسبة مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني. أمرت الولايات المتحدة بإجلاء الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بغداد وقنصليتها في أربيل. وفي واشنطن قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين والدفاع لويد أوستن إن الولايات المتحدة ترى احتمالا لتصعيد كبير للهجمات على قواتها في الشرق الأوسط. ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.